لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآية فيها عدة مفردات: يبلغون رسالات الله، يخشونه، لا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ستة مفردات في هذه الآية الشريفة. نريد أن نتناول هذه المفردات إذا الوقت سمح لنا. الذين يبلغون، معنى بلغ يبلغ واضح، بلغ وصل، بلغ وصل، يعني الإنسان إذا أوصل شيئا إلى مكان يقال أبلغه إلى المكان الفلاني، أو قد بلغته يعني أوصلته الخبر أو النبأ. مرة واحد ننقله من مكان إلى مكان، مرة كلام ننقله من شخص إلى شخص آخر. الذين يبلغون رسالات الله، وظيفتنا إحنا كرجال دين سواء كنا خطباء أو لم نكن خطباء، طبعا هذا عبارة رجال دين عبارة مجازية نستعملها في الواقع داخلة من المسيحية في اصطلاحاتنا، ولا إحنا قبل هذا القرن الأخير ما عندنا في الأدبيات الإسلامية كلمة رجل دين، عندنا عالم مؤمن مثلا وأمثال ذلك. هسه صار اصطلاح ما بي إشكال بتعبير المجازي، كل عالم أو كل طالب علم يجب أن يكون مبلغا. هسه سواء كان مبلغ بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا نستعمله، يعني خطيب يذهب إلى قرية أو إلى منطقة ويرتقي المنبر ويوصل كلام الله عز وجل إلى الناس، أو لا ما كان بهذا المعنى الاصطلاحي، هو طالب علم ليس خطيبا، نفس الوقت يجب أن يكون مبلغا يعني موصلا لكلام الله عز وجل إلى الناس. الذين يبلغون رسالات الله، المهم خاصة بالنسبة للخطباء وطلبة العلم أن يكون إبلاغهم لرسالات الله. بعض الأحيان واحد يلاحظ هناك خطيب مثلا يصعد المنبر، أنا هو شايف يشرق يغرب يتكلم منا منك كلامه ما مربوط برسالات الله عز وجل. في ليلة 9 من المحرم فد خطيب معروف بالكويت، كل مجلسه كان المقارنة بين جرير وفرزدق. تدرون أنه جرير كان من قبيلة وفرزدق من قبيلة أخرى، 40 سنة كان بينهما مهاجات، هذا يهجو هذا وذاك يهجو هذا. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. الشكل خرابيط منا منا، 40 سنة شغلهم هذا. ليلة 9 من المحرم خطيب يصعد المنبر يقارن بين جرير والفرزدق، أنه هذا أبلغ ذاك أبلغ، جرير أبلغ لأنه مثلا من قبيلة وضيعة كان وتمكن أن يهجو الفرزدق وما ينغلب، وفرزدق من قبيلة مثلا شريفة في العرب. زين، هذه رسالة الله أنه ليلة 9 من المحرم تجي تتكلم حول هذا الشيء. وغير ليلة 9 من المحرم، مرة واحد هذه القصص أو هذه الأمور يذكرها موجهة،
يعني عنده هدف إلهي، هذا الهدف الإلهي يريد يبينه، يجيب قصة من تاريخ العرب يصب في هذا الاتجاه، مو مشكلة، هذا يصب في تبليغ رسالات الله. أما قوتر بدون أي ارتباط، يعني أنتم تلاحظون مثلا القرآن ذكر قصة يوسف، والتوراة أيضا ذكرت قصة يوسف، بس الفرق بين ما ذكرته التوراة وما ذكره القرآن من السماء إلى الأرض، طبعا القصة ظاهرها واحد، يعني من وقت اللي يوسف كان ذبوب البير إلى أن صار عزيز مصر، تقريبا القصة في القرآن والتوراة بشكل واحد، زين، لأنه ما كان صاير تحريف كثير في هاي القصة من التوراة. لكن لما نتقايس تشوف أن القرآن ما ذكر القصة حتى يونس المستمعين مثلا، أو ذول العرب الجاهليين ينبطحون على مثلا بطونهم، يرفعون أرجلهم من الخلف، يا محمد حدثنا، احكي لنا قصة مثلا، سولف لنا. لا، كل آية فيها توجيه، كل آية لما نتلاحظ فيها بيان لأسس من الفكر الإسلامي والفكر الإلهي والفكر الديني. يعني هاي القصة ذاكرها، والإنسان عندما يستمع إلى هذه الآيات يتشوق إليها، خاصة إذا يفهمها. لكن في نفس الوقت اللي هي قصة موجهة، واحد خطيب يذكر قصة جرير والفرزدق مو مشكلة، بس تصب في اتجاه الهدف اللي عنده، يعني عنده فكرة إلهية يريد يطرحها، يذكر قصة من قصص العرب، قصة مثلا من اختراعات الغرب، اختراعات الشرق، قصة من ليلين، قصة من استالين، قصة من فلان، بس تصب في الهدف اللي يريده. والذين يبلغون رسالات الله، الرسالات المربوطة بالله لازم نبلغها بأي صورة من الصور، فلا يكون هذا كلامنا تضيع لوقت المستمعين. لأن كثير من الأحيان تلاحظ بعض الخطباء يصعد المنبر، زين، حاضر في مجلسه 1000 شخص، كلامه ما يفيدهم دينيا، يمكن استفاد في قصة بس مو استفادة دينية. زين، احنا شغلتنا نقول قصص للناس مثلا، فهي شغلة القصاصين مو شغلة طلبة العلم. احنا لازم للناس نوجههم توجيه، القصة اذا صبت في التوجيه لا بأس تكون مقربة للفكرة. يبلغون رسالات الله، فهذا لازم يكون في بالنا دائما. ويخشونه، كثير من الخطباء، اسم كلامي أعام، يعني سواء خطباء شيعة أو غير شيعة، سواء أحياء أو أموات، لا يخشى الله. هذا مهم، الإنسان الذي يبلغ الرسالة يجب أن يخشى الله. ليش معبر هذا التعبير في هذه الآية؟ لأنه الناس عادة يعطون عقولهم وأسماعهم إلى هذا الخطيب، شنو ده يقول؟ وخاصة إذا كانوا من عوام الناس خلاص يأخذوا هذا الكلام كأنه وحي منزل. فهنا المهم أن الخطيب هذا الشيء اللي يدخل في أسماع الناس وفي عقولهم لازم يكون بعد أن خشي الله عز وجل، مو قطرة يفتح كتاب يشوف حديث بدون أن يفهم معنى هذا الحديث، بدون أن يفهم مثلا ما هو مقداره، يجي ينقله مقدار اعتباره، شنو مقصود الإمام عليه الصلاة والسلام. لأن كثير من الأحيان مقصود الإمام في المرة الأولى لا تعرف، لازم الإنسان يدقق يتأمل. نمثل مثال، هذا مثال كلش واضح، كلكم هم سامعي لهذا، احنا نريد نمثله. يوم 8 من ربيع الثاني، يوم وفاة الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، كل سنة احنا نسمع خطيب يصعد المنبر يتهجم على جعفر ابن علي الهادي عليه الصلاة والسلام، جعفر الكذاب كذا، كان يشرب الخمر، كان كذا يسوي، ادعى الإمامة، ادعى المادري كذا، هذا عم الإمام الحجة، أخو الإمام العسكري ابن الإمام علي الهادي عليه الصلاة والسلام، هذا دائما نسمع. نقول يا أخي الخطيب اللي أنت هذا الكلام ناقله، عندك حجة شرعية على نقل هذا الكلام؟ أنت تتهم فد سيد من أبناء الرسول، أخو إمام، ابن إمام، عم الإمام الحجة، تتهم أنه يشرب الخمر ويروح، كان مثلا شلاتي حسب تعبيرنا، ما كان يصلي، عندك حجة شرعية؟ يقول موجود مثلا فد رواية. زين، هاي الرواية أنت شايف سندها؟ شايف أن العلماء يعتبرون هاي الرواية؟ شايف أن هاي الرواية مو موضوعة من قبل أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ متأكد من هذه الجهات؟ قوترة دا تتهم واحد؟ مرة العلماء يقولون هاي الرواية سندها صحيحة ومعتبرة، خلاص يوم القيامة إذا إجا
هو سيد جليل القدر، لزمنا من ياختنا وقال لنا أنه ليش اتهمتوني، نقول له أنه حجة شرعية كانت موجودة، خلاص هذا إحنا معذورين. لكن إذا يوم القيامة أجى لزم ياختنا أنه ليش اتهمتوني، نقول له أنه فد واحد من أعداء آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الشخص ناقل فد كلام ضدك. هذا صحيح؟ يعني إذا أفرض واحد سمعته أنه يتهمكم، زين جناب الشيخ سمع أنه واحد يتهمه أن الشيخ والعياذ بالله يشرب الخمر، إجا راح سأله بأي مجوز شرعي أنت تتهمني، أقول له والله كفد واحد هنا أنا على رأس الشارع ما نعرفه، فد إنسان فاسق فاجر قال جناب الشيخ مثلا يشرب الخمر، هذا عذر مقبول شرعا؟ مقبول مو مقبول هذا العذر. فإحنا عندما نريد ننقل شيء، وخاصة الشيء اللي يمس أهل البيت أو أبناء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هاي الشجرة الطيبة، إحنا ما نريد ندعي العصمة لأولاد الأئمة، لا ما كانوا معصومين، يمكن واحد يكون ابن نبي أو ابن إمام يطلع مثل ابن نوح أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح، يمكن هذا الشيء ممكن بالنسبة إلى الأئمة هم معصومين، أما بالنسبة إلى أولادهم مو معصومين. لكن في نفس الوقت أنه قوترا نجي نتهم بدون معرفة وبدون تحقيق علشان أنه فد رواية موجودة، زين هذا ما يصير، مو صحيح، هذا شرعا لا يجوز. أنت إذا فتحت الأبواب الفقهية في الوسائل شفت رواية موجودة، تقدر على طبق هاي الرواية تفتي؟ بتقدر تفتي، لأنه هذا مو شغلي، شغل العالم أو الفقيه، لازم يروح يشوف هاي الرواية، يشوف صحيحة معتبرة، يمكن مقصود الإمام غير شيء، هل لها معارضات؟ ذاك الوقت عندما يصير تعادل تراجيح كذا يجي الفقيه يفتي. زي نفس الشيء اللي موجود بالنسبة إلى الروايات الفقهية موجود بالنسبة إلى الروايات التاريخية، يمكن هاي الرواية وضعوها، وبالفعل يعني واحد عندما يلاحظ تاريخ الأئمة، أصلا أنتوا لاحظوا تاريخ كل واحد من الطغاة، كل واحد من الطغاة عندما يصير ضد شخص ماذا يفعل؟ أول شيء يبدأ بالاتهامات لنفس ذاك الشخص، الشيء الثاني الأشخاص اللي يحيطون به يتهمهم حتى يسقط ذاك الشخص، يتهم أبنائه، يتهم جماعته، يتهم المقربين إليه، ليش؟ حتى يسقط هذا الشخص. احنا شفنا كثير من في عصرنا الحاضر من الطغاة يتهم الشخص، زين، ويتهم جماعته، لأنه إذا هذا ابنه كان عميل مثلا، أخوه كان مثلا كذا، فلان واحد من جماعته فاسق فاجر، زين اعتباره يقل في نظر الناس. سيد محسن الحكيم الله يرحمه حينما أحمد حسن البكر راد يتهمه ما قدر على نفس سيد محسن الحكيم، قال ابنه سيد مهدي عميل لأمريكا، اضطر ابنه يشرب، ليش؟ لأنه يريد يشوه سمعة هذا الشخص، ما قدر يشوه سمعته يجي يشوه سمعة ابنه، ما صار يشوه سمعة ابنه سمعة صاحبه يجي يشوهها. هذا داب الطغاة دائما. لهذا أنت تلاحظ أنه نفس الأئمة كانوا متهمين من الإمام أمير المؤمنين وهكذا إلى الإمام العسكري، متهمين دائما. أمير المؤمنين متهم كان أنه ما يصلي، معاوية كان يتهم أن أظفار أمير المؤمنين كانت مكسورة، ليش؟ لكثرة ما كان يتسلق الجدران على نساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، استغفر الله ربي وأتوب إليه، ما كان يغتسل من الجنابة، لما سمعوا أنه كان يصلي ضرب في المسجد في المحراب تعجبه، وصدق علي بن أبي طالب يصلي، شنو شان عنده شغله بالمحراب رايح حتى هناك قتله. فنفس الإمام الصادق متهم بأنه كان نصراني، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يتهموه أنه نصراني، الإمام الكاظم متهم بكذا، الإمام الجاد، يعني كل الأئمة متهمين، لأنه السلطة الظالمة زين ما تتحمل هذا الإمام المعصوم، فشنو تسوي؟ تتهمه. بالنسبة للأئمة هاي التهم ما مشت، لأنه هذا النور هل قد قوي اللي أي حاجب ما يحجب هذا النور. التهم بالنسبة إلى أمير المؤمنين، بالنسبة إلى الإمام الحسن، عندنا مثلا في بعض الروايات الموضوعة أن الإمام الحسن تزوج 300 مرأة حتى طلع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال في مسجد الكوفة على المنبر، قال لا تزوجوا ابن الحسن فإنه مذواق، ما أدري مطلاق، مزواج مطلاق. شم رواية موجودة؟ يعني إحنا أي واحد نسمع أنه يتزوج 2-3-4 يتزوج ويطلق يسقط من أعيننا، شنو هذا الإنسان مثلا؟ زين فكيف إمام معصوم مثلا هالشكل شيء يسوي، حتى أبوه يجي يتكلم ضده على المنبر؟ زين هاي التهم بالنسبة للأئمة ما مشت، لأنه نورهم مثل نور الشمس، أي تهمة مبين بطلانها.
لكن بالنسبة إلى أولاد الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الأئمة زين أخو، طبعا يعني مرتبتهم مو مرتبة الأئمة، ولا معرفة الناس بهم بمقدار معرفتهم بنفس الأئمة، لهذا هاي التهم قد تمشي. قد إنسانهم غافل يريد يخدم أهل البيت، صعد على منبر أهل البيت دا يضر أهل البيت عن هذه الطريقة. كلام اللي أعداء أهل البيت واضعين، هو صاير لسان ناطق لهذا الكلام غافلا، يعني هو قصد خير، يعني هذا الخطيب اللي صعد المنبر هالأشياء ينقلها مو قصد شر، قصد أن يخدم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن في الواقع دا يخدم أعداء أهل البيت من حيث لا يشعر. فلهذا الآية تقول ويخشونه، يخاف من الله لما المطلب اللي يريد يقوله على المنبر يفكر أنه هذا المطلب شنو هو، هل فيه مرضات الله عز وجل أو ليس فيه مرضات الله عز وجل. لهذا الخطيب لازم هذا الأساس دائما يكون في باله، الخشية من الله عز وجل، رسالة الله نوصلها ونخشى منه، لا أن نتفوه بأي كلام صار. أكو بعض الأشخاص ما يحضر مطلب زين، هاي من المشاكل اللي مبتلين بها البعض، ما يحضر يصعد المنبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي مطلب أجا في ذهنه يذكره. بعض المطالب مو صالحة للقول، بعض الأفكار مو صحيحة، الإنسان بعض الأحيان يجي فكرة في باله شوية يفكر فيها يشوف لا فكرة مو صحيحة خاطئة، بس زين إذا بس ما الفكرة أجت في باله على المنبر قالها، شلون يقول أنا أخطأت لا الفكرة مو صحيحة، ما يقول. خشية من الله ما موجودة في هذه الصورة، فمن مصادق الخشية من الله أن يحضر الإنسان للمنبر حتى كلامه اللي يقوله فيه رضا الله عز وجل. هاي النقطة الثالثة ويخشونه. النقطة الرابعة ولا يخشون أحدا إلا الله، على كل إش مهم. هاي النقطة على كل حال هنا اللي كثير يسقطون فيها، يخاف من حاكم يصعد المنبر يمدحه زين، مرة تقية مو مشكلة، التقية ديني ودين آبائي، الإنسان إذا خاف على نفسه على عرضه على ماله الكثير التقي مو مسألة. لكن كثير من الأحيان ماكو مورد التقية، بس خوف بدون سبب، يجي قوترة يمدح فلان ويمدح علان بدون أي مبرر شرعي، ليش؟ لأنه يخاف منه. الذي يبلغ رسالات الله يجب أن لا يخشى أحدا إلا الله. لهذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام شنو قال ذاك الخطيب؟ قال اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، بس إما يخاف من هذا المخلوق اللي هو يزيد لعنة الله عليه، أو يريد يحصل مثلا كم فلس من عنده، سمع مجبور تصعد المنبر حتى تحصل كم فلس بسخط الله عز وجل. هذا يعني صار تعارض بين المنبر وبين مرضات الله. المنبر ما له قيمة إلا القيمة التي هذا المنبر يكون منبر الإمام الحسين ومنبر يوصلك إلى مرضات الله. إذا هذا صار محل تبليغ لغير الله ولغير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما يصير منبر، يصير أعواد مثل ما قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. ولا يخشون أحدا إلا الله، هاي نقطة مهمة جدا، لأنه دائما الطغاة الظالمين زين يردون ناس يجون يمدحون بهم يقولون فضائلهم زين، كذب صدق، يجي يجيب القرآن آيات القرآن ويجي يستشهد على أن هذا الإنسان خوش آدمي، هالشكل يردون بعد، هذا طبيعي. لهذا وعاد السلاطين في طول التاريخ تشوف واحد رايح دارس نحو صرف فقه كذا سنوات، بعدين أخيرا شنو يصير؟ يروح يتصل بسلطان زين بعنوان أنه يريد يعظ السلطان، خوشهم يعني خوش عنوان أن نعظ السلطان باعتبار أن السلطان لا يقع بالمعصية، لكن في الواقع شنو هو؟ هو يوجه ظلم هذا السلطان ويزيد من ظلمه، لأنه الإنسان لما شاف الناس يمدحوه في أفعاله يكرر تلك الأفعال، يخشى غير الله، يطمع في غير الله عز وجل، فالنتيجة يكون هذا من أهل النار. يقول واحد كان من وعاظ السلاطين اجى الى احد خلفاء بن العباس لعنة الله عليهم اجمعين، ماكو واحد بيهم زين، فذولا اجى عنده شافه دا يلعب بالحمام، سمعت عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا سبق الا بخف او حافر او
ريش، الخف يعني البعير الجمل، الحافر يعني الحصان مثلا، أو ريش، ريش يعني طير. زين، فالخليفة هم فراح وطال فلوس. هذا لما راح دا وجهه على الخليفة دا يطلع برا، قال أشهد أن قفاه قفاه كذاب، لأنه في الرواية ماكو ريش، الرواية إلا بخفنا وحافر، هذا شافني دا يلعب بالطير راد يفرحني أضاف الريش. بس الخليفة يعجبه هذا الشيء، لهذا أعطاه جائزة مع أنه يدري أن هذا الشخص كذاب افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذا من الخطباء هنا مشكلة عندهم. زمان الشاه إيران المقبور صارت مشكلة وحاول قضية تأميم النفط، بس الشاه سوى انقلاب عسكري رجع على السلطة، صعد خطيب من الخطباء المعروفين، ذكر أنه الملكية في الإسلام موجودة، والإسلام جعل الملكية، على كل حال اجعل لنا طالوت ملكة، النحلة حسب التعبير إلى ملكة، ما أدري ملكة النحل معروف بعد، ما أدري النملة عندها ملكة كذا، وجاب آيات قرآنية كذا أنه الإنسان أيضا يحتاج إلى ملك. الملك من هو؟ هذا الشاه الموجود، جاب القرآن نهج البلاغة وما أدري كذا كذا كذا، على أنه نحتاج إلى ملك، وملكنا هم الشاه. ليش؟ حتى يحصل كم فلس من الشاه ويخاف من الشاه. كان زين، هذا الشخص إلى هالشكل كان يفقد قيمته، يفقد رسالته. ليش أصلاً اختار هذا السلك؟ خلي يروح يصير كاسر، يطلع له كم فلس من الحلال ويأكل هاي كم فلس من الحلال، يكون مصير الجنة. إذا اختار هذا الطريق لازم يكون طريقه حسب ما يرضي الله عز وجل ويرضي أهل البيت الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. بعدين في تتمة الآية الله عز وجل يقول وكفى بالله حسيبا. يعني لا تتصور أنه مثلا إذا الإنسان لا يخشى غير الله يصير له مشاكل، رزقه ينقطع مثلا، لا، وكفى بالله حسيبا، الله حسابه دقيق جدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مو فقط في الآخرة، حتى في الدنيا. يمكن هذا اللي يكون واعظ السلاطين أو من واعظ السلاطين كم يوم يتنعم، بس في نفس الدنيا عاقبته تكون سيئة. كان واحد من تلاميذ الميرزا النايني المعروف، العلماء الكبار كان الميرزا النايني رحمة الله تعالى عليه، قبل 60 سنة توفي. فواحد من تلاميذه كان من الفضلاء، عندما الشاه جاء للسلطة، والد الشاه السابق هذا أمر بنزع الحجاب إجبار لهذا النساء المتدينات، بقينا في البيوت 15 سنة الآن زال ملكه، ما يطلعون لأنه الجنود والشرطة كلا موجودين، أي مرة محجبة يسحبون حجابه. زين، هذا الأغا حسب تعبيرنا طلع من النجف راح إلى إيران، وصل إلى مدينة اسمها كرمانشاه، في نص الطريق تصير أول شيء لحلق لحيته، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني سواله قصيدة بطلعها، هذا أنه في شرع الرسول الحجاب مو واجب، وراح في هذا جماعة وبلاط شاه، وبقى تقريبا 50 سنة في هذا البلاط متنعم وكذا فلان. صارت أول الثورة عندما صار هذا الشخص اعتقله وعدمه، هو نفس هذا الشخص لأنه هو يعمر أكثر من 95 سنة عمر، مصيره شنو صار؟ الإعدام صار في الدنيا غير العذاب الأخروي. بعدين شنو قيمة الدنيا؟ هي كلها 50-60 سنة، أكثر شيء 100 سنة مثلا. فلهذا الله عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، الخشية من الله عز وجل، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يقولون في يوم من الأيام الوالد كان ينقل، المرحوم سيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه كان من العلماء الكبار في النجف الأشرف، ففي ليلة من الليالي رأى في الرؤيا أن ابن عمه، يعني عم والدي يصير، كان اسمه سيد جعفر الشيرازي، وكان أيضا من الفضلاء في النجف، فشاف أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في الرؤيا شاف، قال لعلي الأكبر عليه الصلاة والسلام جيب ديوان الخطباء اللي بيهم أسماء الخطباء فأحذف اسم فلان خطيب، فحذفه، قال بداله خلي اسم السيد جعفر الشيرازي. السيد عبد الهادي الشيرازي صبح دز عليه
ابن عمه كان يصير، قال له ما أدري أنت خطيب أنت، ما سامع كل يوم نلتقي بيك، أنت مو خطيب. قال له أنا مو خطيب. قال له القضية أنه البارحة أنا بالرؤيا رأيت وكيت وكيت وكيت. طبعا بالمناسبة هاي بين قوسين نذكر، إذا الرؤيا كانت صادقة يعبر عنها برؤيا، إذا ما كانت صادقة لا يعبر عنها برؤيا، يعبر عنها بحلم مثلا، لأن رؤيا غير صادقة. أما بالنسبة إلى الصادقة يعبر عنه بالرؤيا. على كل حال فهالشكل شفت أن الإمام أمر بأن يضاف اسمك إلى سجل الخطباء ويحذف اسم فلان، فهو تأثر وبكى. قال اتفاقا البارحة أني بالبيت ويا زوجتي وأولادي أجي، قلت خلنا نقرأ قراية، فتحت كتاب لأنه ما أعرف، أن مو خطيب أني ما أعرف أقرأ قراية، على الكتاب قرأت القراية وأهلي شوية بكوا وأنا بكيت، حققوا عن ذاك الخطيب شافوا تارك الخطابة تاركها، يعني بعض الأمور اللي كان يسويها لا تناسب شأن الخطيب وتارك الخطابة، فاسم الحذف من الديوان. فلهذا هذا المرحوم سيد جعفر رحمة الله تعالى عليه من ذاك الوقت صار خطيب إلى أخير حياته، كان يقرأ وما كان يعرف لأنه كان متأخر في يعني في بدايته في هذا الأمر، فدائما على الكتاب كان يقرأ، يصعد المنبر ويضع ويعظ الناس على الكتاب. هالشكل لازم يكون الخطيب اللي يصير في مرضات الله عز وجل، يعني تعلم فنون الخطابة كلش مهم، تعلم النعي كلش مهم، تعلم أسلوب الخطابة مهم، تعلم أن لا يكون أخطاء نحوية مهم، الكلام يكون بليغ، هذا كله مهم، لكن الأهم من كل هذا الإخلاص اللي لازم يكون الخطيب عنده. وإلا إذا واحد بعض الأحيان تفتح مثلا إذاعة أو تلفزيون مثلا تشوف خطيب يتكلم كلامه كأنه يسحر، كأنه سحر هذا الكلام، بس محتوى ما بمحتوى أصلا، بيمدح فلان حاكم ما له قيمة، هذا خلي يكون أفضل الأدوات موجودة دي، أفضل البلاغة. نعم إذا كان الإخلاص موجود الإنسان في نفس الوقت لازم يستعمل جميع الأساليب لكي يقرب الهداية إلى الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. المهم الخشية من الله عز وجل، لهذا الإنسان لازم يهتم شوف شنو الكلمة اللي يقولها للناس، لا يضيع وقت الناس بالكلام اللغو، لا يحرف عقائد الناس، لأنه هو ما يعرف، ما يستوعب كلمة ما فاهمها، ايش قطرة يقول فد رأي يسوي بلبلة، مشكلة يسوي في أذهان الناس. ليش؟ لأنه هو ما مستوعب قضية. أنا هواي شايف مثلا بعض الأحيان يصعد واحد على المنبر يذكر رواية فورا ينفيها هاي الرواية، يقول هاي الرواية كذب. زين ما يخالف، أكو روايات موضوعة لا شك فيه، لكن أنت هل حققت في هذه الرواية أو بمجرد أنه ما افتهمت هاي الرواية ما استوعبتها أقول هاي الرواية كذب. ليش؟ لأنه أنا ما أفتهمها، لأنه أنا ما استوعبها، كأنه عقلي وفهمي هو المقياس أو الميزان، هذا مو صحيح. لهذا في الروايات يقول إذ وردتك الرواية وما فهمت معناها ردها إلى أهلها، قول معنى هاي الرواية عند الله وعند الرسول وعند أهل البيت. مرة شيء ثابت أنه مو صحيح، يعني الإنسان محقق مثل ما ذكرنا ما ورد عن أولاد الأئمة بشكل عام هذا مكذوب، لأنه تحقيق صاير في أسنادها وفي الوضع السياسي اللي الأئمة كانوا يعيشون فيه، مو مشكلة. أما قوترة مجرد أن ما أتحمل آني أو ما أفتهم أو آني تربيت في جو هذا الجو ما يتحمل هذه المسائل، خاصة لما تجي في معجزات الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الآن ناس عايشين في جو مادي، كل شيء اثنين في اثنين يصير أربعة، مقياس المادي، بس ما يشوف رواية حول معجزة من معاجز أهل البيت فورا أصلا ما مكملها، يقول هذا كذب، هاي من الإسرائيليات، هاي من الموضوعات. زين محقق أنت؟ إذا محقق حقيقة ورايح محقق في السند وفي الدلالة وكذا وأنت من أهل ذاك، يعني مرة واحد مو أهله أهل ذاك مو مشكلة، لكن قوت رأيشك نلقي الكلام على عواهنة، هذا ليس خشية من الله عز وجل بل تجري على الله. كان واحد رجل معمم يسأله مسائل شرعية، هذا الشخص ثاني يجاوب سواء يعرف لو ما يعرف، إذا يعرف يجاوب إذا ما يعرف هم يجاوب. قال له يا أخي ليش تجاوب؟ قال إذا الجواب كان صحيح كان مطابق للواقع ها هذا تجري،
وإذا كان مخالف للواقع هذا معصية، استغفر الله ربي وأتوب إليه، خلاص الاستغفار مشيها. زين، هاي توبة، هاي مو توبة، هاي لأن التوبة الندم وعزم أن لا يعود. التوبة الإنسان يندم على الفعل المعصية اللي ارتكبها وأن يقصد أن لا يعود إليها، وإلا إذا قاصد أن يعود إليها ألف مرة هم يقول استغفر الله، هاي مو توبة. زين، فهالشكل ناس موجودين يروح المنبر ما كان عنده وقت يحضر أو سؤال مسألة يجاوب هالشكل، يقول لسه ما يخالف، دول عوام ما يفتهمون، خاصة إذا رايح في قرية مثلا أو في مكان بعيد، يخرب اعتقاد الناس، يخرب دين الناس، لأنه هو ما عنده خلق شوية يروح يطالع مثلا، ما عنده خلق شوية، أو يستحي أن يقول لا، يقول لا أعلم. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلم فلا يستحي أن يقول لا أعلم، ما أدري. زين، فقل رب زدني علما. يقولون فد واحد كان صاعد على منبر ثلاث درجات في مثل هذا المنبر، فيسألوا الناس، سألوا سؤال قال ما أدري، سؤال ثاني قال ما أدري، سؤال ثالث قال ما أدري، قال له أخو ليش أنت صاعد على المنبر إذا ما تدري هالأسئلة؟ قال أني بمقدار علمي صاعد ثلاث درجات، إلا بمقدار جهلي أريد أصعد، فالمنبر يحتاج له فالطرف منه يكون في العرش فالطرف منه يكون في الأرض، لأنه جهل الإنسان أكثر من علمه، هذا طبيعي. ليش تحل الإنسان يقول ما أعلم؟ شو الإشكالي؟ بس إذا هذا قال عقيدة زالت من عندي، هذا واحد كان يصورني أنا أعلم العلماء، سألني مسألة ما كنت أعرفها وقلت له ما أدري، عقيدة زالت مني، خلي تزول في الجهنم حسب تعبيرنا، يعني أنا أكسب سخط الله حتى هذا يرضى عني؟ هذا صحيح هذا في المعادلة؟ يقولون أجوا عند سيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، سألوه عن فتوى في مسألة، شوية فكر قال ما أدري شنو فتواي في هاي المسألة، جيبوا الرسالة العملية، جابوها فقراء، لأنه هو كان بصير ما كان يشوف، قراء لأنه أنت بالرسالة العملية هالشكل كاتب، فبين الفتوى لهذا العامي، رجع هذا العامي رجع عن تقليده، قال أنا ما أريد مرجع تقليد اللي فتوى نفسه ما يعرفه. هسه بتعبيرنا مرجع التقليد لازم مخه يكون كمبيوتر كل شيء يكون حافظ، هو إنسان ينسى، هذا فتوى في هاي المسألة شنو هي؟ ناسيها، ما خجل أن يقول له قضية فتفتوى يفتي وهو ما مطلع عنها، يقول لسه هذا خل نمشي مو مشكلة، رجل متقي يقول ما أدري. لسه هذا هم رجع عن تقليده وراح رجع على مدينته وقام يحكي ضده وكذا، وأنه هذا شلون مجتهد أصلا، مو مجتهد هذا، ورجع رجع مجموعة من تقليده، مو مشكلة بالنسبة له. ليش؟ لأنه ما نريد مرضات هؤلاء ونجلب سخط الباري عز وجل. الذين يبلغون رسالات الله، فأولا إيصال، لازم واحد يوصل للناس، شنو يوصل؟ رسالات الله، الأشياء التي الله عز وجل أرسلها في القرآن في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا يوصلها للناس، وكل ما يقول في خطابته لازم يصب في هذا الاتجاه، رسالات الله. ويخشونه، الخشية من الله عز وجل في كل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا لازم كل كلمة خاصة الخطيب، إذا الإنسان نفرين قاعدين لازم يدير باله على الكلام اللي يريد يقوله، فكيف ما إذا كان مستمعين بالمئات أو بالألوف. واحد لا يستصغر نفسه، يمكن في المستقبل كثير منكم طلع بالفضائيات ملايين يشاهدون، مش درانا إحنا شنو يخبي لنا المستقبل؟ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، من الظالمين الجائرين من المتبدين، من خاف الحق واحد لازم يقوله. سابقا هاي الحالة كانت أكثر موجودة، مع الأسف الآن أقل. خطيب يصعد المنبر يشوف المجلس شنو هو، الحاضرين في المجلس تجار، يقول لهم المسائل اللي يبتلون بيها، أنه دير بالكم أنتوا لا تتغرون، لا تتعاملون بالربا، لا تتعاملون بكذا، لا تتعاملون بكذا. يصعد في مجلس سيد أبو الحسن الأصفهاني الله يرحمه، يقول له دير بالك سيد أبو الحسن، أنت الآن مرجع التقليد، لا تنغر، أنت رئيس الآن، الناس يجون يبوسون إيدك يطلوك فلوس، لا تنخدع. زين، أن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، النفس الأمارة بالسوء كذا، يعني مو أنه يتملق له إيه ما شاء الله سيد أبو الحسن الأصفهاني كذا وكذا وكذا، كتبه كذا، ما أدري خدماته كذا. زين، لكن الجانب الآخر هذا كل الناس يجون يمدحون، ما بي واحد ما يجي يمدح، بس الجانب الآخر هذا الأهم. زين، إذا الإنسان ما يقدر يذم أو ما يقدر يبين المقصود الذم، يعني ما يقدر ينصح،
زين لا يمدح قوترة. الرسول يقول حط التراب على وجوه المداحين. إذا واحد يمدح الإنسان في وجهه أصلا مكروه، تمدح واحد في وجهه هذا مكروه. زين الرسول يقول التراب حطوه على وجوههم، لا يمدحون لا يتملقون. الإنسان لا يخشى أحد إلا الله، وكفى بالله حسيبا. نكتفي بهذا المقدار، وإلا الكلام شوية بتطويل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها